على الكلر مابينج جوه الجري. انا عملت مشهد بسيط، هو عباره عن براد في اوضه، في كاميرا، في لايت من فوق، اللايت ده واخد انتنستي 50. المشهد بعد ما رندرته طلع معانا بالمنظر ده. طيب لو انا عايز اتحكم في اضاءات المشهد عامه، سواء اضاءات اللي جايه في الشادو او اضاءات اللي جايه في الهايلايت، اعليها او اوطيها، تمام؟ في عندي قائمه في الفيري اسمها كلر مابينج. انا هفتح الفيري ريندر سيتنج، هقفل كل ده. في حاجه اسمها الكلر مابينج، لما بفتح الكلر مابينج بيديني نوع معالجه الاضاءات، في لينيا مالتي بلاك، اكسبوننشالز، في جاما كوريكشن. انا هخليه لينيا مالتي بلاك. بيديني هنا الدارك مالتي بلاير، لو زودته الاماكن اللي فيها الدارك تزيد اكتر. البرايت مالتي بلاير، لو زودته الاماكن اللي فيها اضاءه تزيد اكتر. الجاما مالتي بلاير بيتحكم فيهم هما الاثنين. تعال نزود البرايت مالتي بلاير كده، نخليه 2، وهبتدي ان انا احط ده في الرام بلاير. عشان نعمل مقارنة ما بينهم هما الاثنين، وهرندر تاني مع الجاما باتنين. هنحطها في الرام بلاير. هنلاحظ الجزء اللي على اليمين المالتي بلاير زاد شوية، فالإضاءة اللي هنا زادت شوية عن الإضاءة اللي موجودة فين في السطح. طب لو احنا جينا، لا كنسل برضو ننزلها تحت احسن، وخلينا دي بواحد، وخلينا الدارك مالتي بلاير باتنين، وهرندر. هحط الصورة في الجزء اللي على اليمين، فهلاحظ هنا ان لما زودت الدارك مالتي بلاير هو عامل ايه؟ زود لي المساحه الجامده للدارك اللي هي المساحات اللي فيها الشادو، تمام؟ راح جام فتح لي الشادوهات بقيمه 2. يعني طبعا بتفتح الشادوهات بقيمه 2 هو هيلعب شويه في الاضاءات، لكن هو اللي اعتمد عليه اكتر ان دي تبقى ضعف الاضاءه هنا. لما انا كنت عامل في اللايت مالتي بلاير 2 بقى ده بقى ضعف الاضاءه هنا. طيب نحط اخر رقم برضو، كنسل وننزلها لتحت، ونحط اخر رقم، هنخلي دي بواحد، ونخلي الجاما باتنين، ونرندر. هدخلها في الرام بلاير برضو على اليمين. هلاحظ هنا بقى ايه اللي حصل، لما حطيت في الجاما اتنين، يعني لا هنا ولا هنا، في الجاما اتنين هيلعب في الاتنين مرة واحدة. يعني ايه؟ يعني الظل بقى ضعف الإضاءة هنا، والإضاءة بقت ضعف الإضاءة هنا، فالصورة بقت فاتحة قوي بالمنظر ده. يبقى استفيد إيه بقى من القايمة دي؟ أستفيد طبعًا إن أنا لو حاطط في المشهد IES، إضاءة شمس، إضاءة بورتال داخلة من شباك، إضاءات جاية من السقف عادية فيري لايت، وبعدين عايز أنور المشهد كله مرة واحدة، ومش عارف انا همسك الشمس انورها الاقي حصل اوفر شوت على الحيطه، لو مسكت الاي اس نورته يعمل لي اوفر شوت على الحيطه. فانا عايز انور المشهد بس مش عايز العب في الاضاءه، مش عايز اعلي اي مالتي بلاير في اي اضاءات موجوده، فاحط العب في الايه، في الكلر مابينج. كمان لما يبقى عندي اضاءات كتيره كده وعايز انور المشهد، بدل ما اخش في كل اضاءه واعليها سنه بسيطه، انا احط برده في الكلر مابينج، يا اما في الدارك يا اما في المالتي بلاير على حسب بقى اللي انا عايز اشوفه. لو انا لعبت في الدارك يعمل لي فلو للشادو، لو انا لعبت في البرايت يعمل لي فلو لللايت. فلو يعني معناها ان الاضاءه تبقى ايه، ناعمه مش حاده. لو حطيت الجاما يبقى هيلعب لي في الاثنين مره واحده. طبعا من هنا احنا قلنا طريقه معالجه الاضاءه دي تبقى عامله ازاي، يعني ازاي بيفتح الاضاءه على حسب نظريات ومعادلات هو بيبتدي يعملها جوه الفيديو عشان يفتح لي الاضاءه. طبعا اعملوا براكتس بقى على ايه، على كل واحده من دي. بس في الجزء اللي على اليمين في الكلر مابينج في شويه علامات صح كده، في حاجه اسمها سب بيكسل مابينج، لو انا عملت عليها علامه صح دي
يبتدي يشوف البيكسلز اللي مش باينه ما يحسبش عليها دارك او مالتي بلاير جاما. في حاجه اسمها كلامب اوت، لو انا عملتها كده يطلع حاجه اسمها كلامب اوت ليفلز، لو انا عملتها بتطلع اوفر شوت شويه في المشهد لو انا عايز المشهد يبقى فيه ايه لمعان عالي. افكت باك جراوند، لو انا حاطط باك جراوند في الانفايرمنت صوره سما او اي حاجه. دونت افكت كولرز، لو انا حاطط ماتريالات وانا بعلي الاضاءه من هنا مثلا، احنا قلنا لو بنعلي هنا الصوره بتنور، فلو حطيت ماتريالات ومش عايزه تتاثر بالاضاءه دي. واللينير ورك فلو، لو هو عايز يعمل لي معالجه الخطوط دي بطريقه خطيه، يعني الاضاءه بتبتدي تخبط وتنعكس في المشهد بطريقه خطيه. طبعا هي كل العلامات الصح دي كلها معتمده ان انا لازم احط ارقام هنا، لو انا عملتهم كلهم وما حطيتش ولا رقم هنا ولا هيشتغل منهم اي حاجه. بكده يبقى احنا خلصنا الكالر مابينج جوه الجريد.